صباح الشروق، ابقوا معنا مشاهدينا الكريم ونذهب شمالا الى حلفه ونتابع واحده من العادات والموروثات الجميله لتلك المناطق. الله الله ليل 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 الله ليل ليلنا الله الله ليل ليل تسيطر على أفراح السودانيين وعلى مناسبات الزواج عندهم على وجه الخصوص الكثير من العادات والتقاليد التي تختلف من بيئة لأخرى. من شمال السودان إلى منطقة حلف الجديدة كان تهجرهم بحضارتهم وفنونهم. انتقل الحلفويون إلى هذه المنطقة وظلوا متمسكين بتراثهم الضارب في الجذور. جاءوا بكل ما ورثوه من أرض الآباء بموروثاتهم الثقافية والاجتماعية، تاركين وراءهم حنين الديار والنيل الذي لا زالوا يبكونه حتى في مناسباتهم التي يمثل هو مصدر تفاؤلها. فالحلفويون كغيرهم من السودانيين تبدأ طقوس الزواج عندهم بالخطبة، فمجرد أن يبلغ الولد سن 11 من عمره يختار له أهله بنتا مناسبة تكون له زوجة المستقبل، وهي عادة ما تكون بنت العم أو الخال أو إحدى بنات الأقربين، ويتم حيز البنت بصورة مبدئية وينشأ الطرفان وهم على علم بأنهما سيكونان زوجين. عند دخول الخطيبان مرحلة الزواج تبدأ الطقوس بليلة الحنة والتي تسبق ليلة الزفاف بيوم واحد، حيث تبدأ مراسم الحناء بالنسبة للعريس بمسح باطن قدمه وأصابعه بالزيت الهندي أو المحلبية، ثم توضع الحناء عليها. وتقوم بهذه المهمة سيدة متقدمة في السن من أقرباء العريس، ولكن الوضع حاليا اختلف تماما وباتت الفتيات من يتولينها، وتصاحب تلك المراسم أهازيج الفرح التي تقوم على مدح أسلاف العريس. بعد الانتهاء من طقوس الحناء تبدأ حفلة الرقص والتي يقودها لفيف من المغنين المحترفين والهواة، ويمثل الدف أو الطار، وهو آلة شعبية مصنوعة من إطار خشبي عليه قطاء من جلد الغنم مشدود عليه، الإيقاع الشعبي الحاضر في كل مناسباتهم رغم دخول الآلات الحديثة في الغناء. ويتميز الحلفويون بتنظيم حفل العرس تنظيما جيدا، حيث يقف الضيوف في دائرة واسعة، يكون الرجال في جانب وتجتمع النساء في الجانب الآخر، وهناك رقصات خاصة لدى الحلفويين يؤديها الشباب من الجنسين، ويستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. هذا ما كان متعلقا بليلة الحناء. أما ليلة الزفاف فتبدأ بطقوس الجرتيق التي تحتضنها ساحة منزل العريس، وتبدأ الطقوس بجلوس العريس على بساط أو برش أحمر وبجانبه عدد من الأواني الخشبية التي تحتوي على مسحوق الصندل والمحلب. وفي خضم غناء النسوة المصاحب لتلك الطقوس تقوم امرأة متقدمة في السن أيضا بتضميخ رأس العريس بالزيوت المعطرة، ثم تنثر فوقه مسحوق الصندل والمحلب وتسمى هذه العملية بالجرتيق. ثم يقوم زملاء العريس العازبون بغمس أصابع في زيت الصندل ثم يستنشقونها تفاؤلا بالمناسبة. كل ما تم من طقوس ومراسم متعلقة بالزواج من حناء وجرتيق كانت داخل منزل العريس. بعدها يتم التحرك إلى بيت العروس في موكب حاشد أو سيرة كما يطلق عليها، ويقودها رجال الطرق الصوفية بأناشيدهم المعروفة أو فرقة غنائية تكون في مقدمة الموكب، وتتوقف السيرة على مراحل عند مسيرها إلى منزل العروس. حنين الحلفويون إلى ديار الآباء لم يأتي من فراغ، وطقوس الزواج تجعلهم يجترون شريط الذكريات بأرض الشمال، وهنا افتقدت بعض الطقوس التي كانت من أهم الطقوس والمراسم بالنسبة لهم، كالمسير إلى النيل والذي يمثل قمة التفاؤل بالزواج وطول فترة الاحتفالات، وافتقاد الآلات الموسيقية التقليدية وقطع جريد النخل الأخضر.